السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح عن طريقة ربط قناة اليوتيوب بالفيسبوك بس من الموبايل، حصلاً من الموبايل، لأنه في الموبايل في له طريقة خاصة غير طريقة الكمبيوتر، تمام؟ فرح نشرح هذا الموضوع هلأ وإن شاء الله يعجبكم الموضوع ونحسن نشرح الفكرة والنقطة اللي بدكم إياها إن شاء الله. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله لازم اذا بدك تربط قناه اليوتيوب تبعك على الفيسبوك لازم تفتح على برنامج الكروم. حصرا بدك تفتح من هذا البرنامج لانه عن طريق الموبايل ما بيزبط الا عن طريق هذا البرنامج اللي هو الكروم. نكبس عليه، تمام؟ بعد ما نكبس على البرنامج هذا بيطلع لك هي هون جوجل، فانت شو بتساوي؟ بتقول له تسجيل دخول على الفيسبوك. نكبس على الفيسبوك، تمام؟ طبعا هلا هو هون مسجل دخول عندي على الفيسبوك، تمام؟ بس انا شو رح اساوي هلا؟ رح اعمل له تسجيل خروج مشان نحسن نظبط الموضوع هذا، تمام؟ تمام. هلا سجلنا تسجيل الخروج من القناه من الحساب الفيسبوك تبعي. هلا شو بتساوي؟ بتحط له تسجيل دخول الى حساب اخر، تفوت عليها، تمام؟ هون بتحط انت بقى شو؟ بتحط الاسم الحساب تبعك الفيسبوك، وتحت بتحط كلمة السر تبع الحساب الفيسبوك تبعك وبتقول له تسجيل دخول، تمام؟ بس انا بما انه عندي الحساب فرح ارجع واحدة لورا وفوت دغري على حسابي، تمام؟ هلا فات عندي على الحساب انا اللي هو الحساب الفيسبوك، تمام؟ وهلا شو بدنا نساوي؟ في نقطة مهمة لازم نساويها، هي بس تكون الفكرة عن طريق الموبايل بس. لازم تكبس على هدول ثلاث نقاط اللي موجودين فوق على اليمين، تكبس عليهم وبتنزل بتفعل اللي هي ديسكتوب ويبس، تمام؟ هي بيكون عليها ما بيكون في عليها إشارة صح، فأنت لازم تعمل لها إشارة صح مثل ما أنا حاططها عندي هون. هي إنه تعمل لك مثل الكمبيوتر، يعني أنت عم تستعمل الموبايل بس مثل الكمبيوتر، يعني. تمام؟ هي لازم نكبس عليها، فبس تكبس عليها بيطلع عندك الموضوع. هلا هيك أنت طلعت الصفحة تبعك هون موجودة، تمام؟ شايفين هاي الصفحة الموجودة. فنحن هلا شو بدنا نساوي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية لازم نكبس كمان على هدول الخطوط الموجودين هون على اليسار، تمام؟ بس كبسنا على هدول الخطوط الموجودين على اليسار يوم شو بيطلع لك؟ بيطلع لك اللي هي الصفحات. فنحن نكبس على الصفحات ليش؟ مشان انت تعمل صفحة خصوصي على الفيسبوك بقناتك، تمام؟ فشو بتساوي انت هون بعدين؟ كبسنا احنا على الصفحات، بعدين بنكبس على كلمة انشاء. بس نكبس على كلمة انشاء بتنزل لتحت بيعطيك بدء الاستخدام، تكبس عليها، تمام؟ بعدين بتنزل لتحت عم يقول لك هون اختر عنوانا لصفحتك، يعني شو بدك تسمي الصفحة. انا مثلا رح اسمي هلا هون الموضوع عندي رح اسميه نفس اسم القناة تبعي اللي هي قناة منوعات تعليمية، تمام؟ انا هون حطيت هلا الاسم اللي بدي اياه. بعدين طبعا انا بحسن حط صورة هون، شو انا حابب حط مثلا هون نكبس، خلينا نكبس نقول له التالي، تمام. هون هلا بعد ما نحط على التالي عم يقول لك هون ما موضوع هذه الصفحة، يعني انت الموضوع شو الموضوع اللي بدك تحطه للصفحة، يعني مشان العالم تعرف انه شو نظام صفحتك. بتكبس على هون بتلاقي محطوط حاطط لك تحديد فيها اشخاص، افلام، انشطة تجارية، تلفزيون، رياضة، شركات، تمام؟ حاطط لك كل هالشغلات. انت اذا ما كان موجود الفئة اللي بدك اياها هون فشو بتحط؟ بتحط غير ذلك، تمام؟ حطينا غير ذلك. فئة فرعية بتكبس عن هون، فنون للمرح، مجتمع، مناسبة، نقل، وسائل اعلام. فانت هون بتحط مثلا اذا ما عندك موجود هي شيء مثلا اللي بدك اياه موجود هون، اي شيء ممكن تحط، وسائل اعلام، خلينا نقول وسائل اعلام، تمام؟ بعدين بتقول له التالي، هون اعطانا هلا الصفحة، بننزل لتحت. اضافة موقعك على الويب سايت، اذا كان لديك موقع ويب فقم بإضافة هنا وكذا. فإذا عندك موقع ويب أو شيء أنت حطون. فنحن شو ما نحط مثلا، خلينا نحط نحن هون الموقع تبع القناة تبعنا، تمام؟ اللي هو موقع قناتي أنا مثلا، بحط الموقع تبع القناة تبعي هون.
اي حدا بيفوت مثلا بده يعمل اشتراك بيفوت بيشترك بالقناة، تمام؟ فجي بنجي هون بنعمل له التالي، تمام. هون شو اعطانا هلا؟ ننزل لتحت، هون عم يقول لك حط صورة للملف البروفايل تبع القناة، تمام؟ فبتحط الصورة انت اللي بدك اياها طبعا، وورا بتجي صورة الغلاف، هي الغلاف الصفحة الرئيسية اللي هي هي، تمام؟ فهون انت بتحط صورتين. بعد ما تحط الصورتين انت مثلا اذا بدك تحملهم من الموبايل عندك بتقوله تحميل الصورة، بدك تصور صورة كمان فيك تصور. فنحن مثلا حنقول له هلا التالي، ما رح نحط صورة، ننزل على اللي بعده كمان بنقول له التالي. هون هلا انا فتح عندي وصار عندي اللي هي الصفحة تبعي، شايفين اسم قناة منوعة تعليمية، هي هي الصفحة هلا فتحت عنا هون. هلا شو عنا الخطوة الثانية، تمام؟ هلا نحن هون هي طلعت الصفحة اللي عملناها مثل ما حكينا، تمام؟ هلا نحن شو لازم نعمل؟ نحن لازم بقى نربط هي الصفحة اللي عملناها بالقناة تبع اليوتيوب اللي هي موجودة عندي على اليوتيوب. شو لازم نعمل هلا؟ لازم نرجع نحن اللي هي على الملف تبع الصفحة الرئيسية تبعي، تمام. هلا هون احنا وصلنا على الصفحة الرئيسية، تمام. هلا احنا هون لازم نكتب على هي مطرح هون علامة البحث، تمام، نكتب اللي هو كلمة يوتيوب تاب، نعمل بحث، تمام. هلا بس نكتب نحن اليوتيوب تاب بيطلع عنا اللي هو هذا اول رابط، تمام، بيكون موجود عليه هيك 8430 اعجاب اللي هي على الصفحه مثلا، فبيكون عليه اشاره، هي اشاره اليوتيوب تاب، تمام. نحن بنكبس عليها، تمام، بس نكبس عليها وبيطلع لنا هيك هي الصفحة، تمام، بيطلع لك صفحة نظامية اللي هي صفحة اليوتيوب تاب، تمام. هلا الخطوة الثانية، هلا بننزل لتحت وبنضغط على كلمة استخدام التطبيق، تمام. هلا بس كبسنا عليها بيطلع لنا هي الصفحة الثانية. هلا هون شايفين شو طالع عنا؟ إضافة علامة تبويب، وهون تحت كاتبين لك صفحات فيسبوك. لو انت عندك عامل صفحة على الفيسبوك اللي هي خاصة بالقناة، تمام، تكبس انت هون على السهم، شايف طلع لك اذا عندك انت قناة 2-3-4 يلي هني، تمام، بيطلعوا عندك هون. فانت شو لازم تكبس هلأ؟ لازم تكبس على قناة منوعات تعليمية اللي هي عملناها، نكبس عليها، هلأ بنضغط على إضافة علامة تبويب صفحة، نكبس عليها. هلأ هون عم يعطيك هو ليكو إنه استنى انتظر 3 ثواني، ثانيتين، ثانية واحدة لنشوف شو بده يعطينا. عم يحمل الصفحة، تمام. هلأ هو هون مرحبا بك في إصدار فيسبوك الأحداث والأكثر بساطة والأمور هي كلها، بنقول له التالي، اختيار مظهر، يمكنك الآن تحديد مظهر الفيسبوك لديك، يمكنك تغيير هذه الاعدادات في اي وقت، انه اذا بدك اياها انت الصفحه تكون سوداء ولا بيضاء، تمام. ونحن بنحط له يا مظلم، تمام، بنقول له بدء الاستخدام. هلا هون بس فتحت الصفحه اللي هي عنا، تمام، تطلع انت هيك على الصفحه بتلاقي كلمه المزيد، تكبس عليها كلمه المزيد، تنزل لتحت بتلاقي طلع لها كلمه يوتيوب، تمام، تكبس عليها يوتيوب، استنى ليحمل. بس تضغط على رابط اليوتيوب بيفتح لك على صفحة هيك، تمام. هلا احيانا ممكن بيطلع لك دغري على الاعدادات او بيطلع لك هيك فيديو، تمام. فنحن شو بنساوي؟ بنكبس على هي اللي هي كبسة الاعدادات السيتنج، تمام. بنجيب الرابط لهون، هذا الرابط بنجي بننسخه هون عند كلمة شانال اي دي، تمام، اللي هي كانال اي دي، تكبس عليها هيك بتقول له اين فوجن،
انت بتكون منين جبتوا هذا الرابط، بتفوت على قناتك على اليوتيوب. تمام، بس تفتح على قناتك على اليوتيوب فورا بتفوت عليها للقناة، بتطلع هيك بتلاقي في الرابط موجود فوق على اليوتيوب، بتعمل له بس نسخ او كوبي. تمام، وبتجيبه بتحطه هون لهذا الرابط، شايف نسخ الرابط هون، بس ينسخ هذا الرابط بتحطه هون مثل ما حكينا، بتنزل لهون لتحت، هذول التنتين بيكونوا محطوط عليهم نو هيك بيكونوا. تمام، بتحط عليهم يس التنتين. تمام، انك انت سمحت تربط قناة اليوتيوب مع قناة مع الصفحة اللي عملتها انت هلا على هال. بعدين بتقول له سيف سيتنج، حفظ الشيء اللي اخترته انت. تمام، فشايفين انا بعد ما حطيت له اوكي ومش الحال، رح اقفل الموبايل معلش هيك. تمام، هلا بس ربطناها لحنا وسوينا كل الخطوات هاي، واخر شيء قلنا له سيف، سيفنا الرابط اللي حطيناه، فبيطلع لنا هيك، شايفين بيطلع عنا هيك. هلا هي انا اخر فيديو نزلته اللي هو هذا، حطي لي هلا موجود عندي، شايفينه هذا. بالاضافه بيطلعوا كل الفيديوهات اللي انا منزلهم عندي بالقناه اللي هن هدول 1 2 3 4، وفي فيديوهات تانية بتطلع كمان موجوده بالقناه. تمام، هيك هلا بنكون نحن خلصنا وربطنا قناه اليوتيوب الموجوده عندك على حساب الفيسبوك. تمام، ان شاء الله نكون قدرنا نشرح بطريقه جيده وواضحه لكل الناس اللي حابه تشوف هاي الفيديو. اذا عجبك الفيديو وحسيت حالك انك استفدت من الفيديو، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس مشان يوصلك كل شيء جديد بنزله على القناة ان شاء الله. تمام، طبعا هون في شغلة لا تنساها اللي هي انه تحط صورة هون، تمام، للصفحة تبعك اللي عملتها، بالاضافة انك تحط صفحة للغلاف كمان للقناة اللي موجودة عندك على الفيسبوك. تمام، بتشكركم وبتشكر المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.